قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى مدى ثلاثة أيام بحملة التبرع بالدم للجنود المرابطين بالحج الجنوبي من يوم الأحد العشرين من جماد الأخرة لعام 1438 للهجرة وحتى يوم ثلاثاء الثاني والعشرين من جماد الأخرة. وقد ابتدات الحمله من مبنى الرئاسه وانتقلت في اليوم الثاني الى الحرم المكي الشريف بتوسعه الملك فهد وانتهت اخيرا في مصنع كسوه الكعبه وسط اقبال كبير من ابناء الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ورجال الامن وزوار بيت الله الحرام مقدمين بذلك ازهى صور التكاتف والتعاضد للدفاع عن المقدسات بالدم والروح والجسد